السلام عليكم، مساء الورد عليكم يا أحلى مشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم إن شاء الله عايزين نعمل سجق، يلا استمتعوا معي. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهي المكونات بتاعتنا، معي نص كيلو سجق، معي فلفل رومي، معي بصلتين وطماطمتين، ومعي كمون، ومعي كزبرة، ومعي فلفل، ومعي حبة شطة. اهو هنا معايا الطوة، خدتها في النار سخنت، بنجي نضع فيها الزيت، شوية زيت. في ناس بيحبوا السمنة حسب ما انتوا تحبوا، لانه الزيت خفيف للمعدة. وهنا معايا البصل، بنجي ننزل بيه، ومعايا بصلتين نقطعهم حلقات. وهنا بنضع السجق، ما قطعته انا، بس عادي ممكن انتوا تقطعوه برا، انا حقطعه في الطوة. وهنا بنجي نقطع الفلفل الرومي، نقطعه حلقات كده. طماطمتين برضو بقطعهم حلقات. هنيجي ننزل بالطماطم والفلفلية. وهنا ما شاء الله بنجي نقلبه، وبقطعه ذاته بالكمشة اللي انا ماسكاها دي. اهي البهارات بننزل بها، معي حبة شطة، معي فلفل اسمر، معي كمون، معي كزبرة، ومعي توم بنضعه، ومعي صلصة، بضع معلقتين صغار صلصة. خطوة مهمة، انا خليته لغاية ما اتأكدت من الملح، لقيته عايز ذرة ملح، وضعت فلفل احمر من الحار، لانه خطوة مهمة. السجوق اوريدي هو مطعم بيجي، يعني عشان ما تكتروا الملح والبهارات بيجي مبهر ومطعم. خطوة مهمة، تخليه في نار هادية مدة 20 دقيقة ولا 15 دقيقة، بيستوي بسرعة ما شاء الله، زي الكبدة ما بياخد نار. بسم الله ما شاء الله، السفرة بالشهي. تفضلوا معي حبايبي، من غيركم ما حلوة. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله، باي.